المصادر الرسمية الاحتياطية للقانون، البعض يسميها أيضا مباشرة بالمصادر الاحتياطية، يعني تأتي بعد المصدر الأساسي اللي قلنا هو التشريع في كل دولة أو حسب صريح النص القانوني الليبي. نحن نقول شنو يحكم القاضي بمقتضى التشريع، فإن لم يجد بعدين إذن ينتقل، تعتبر إذن هي مصادر احتياطية. مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية عادة يلجأ إليها القاضي حتى لا يعني يعتبر منكرا للعدالة أو مرتكب للجريمة إنكار العدالة في حالة عدم وجود نص في التشريع. إذا كان الواقع التي بين يديه لا يوجد فيها نص في التشريع، فإن ينتقل إلى المبادئ الاحتياطية للقانون وعلى رأسها مبادئ الشريعة الإسلامية. طبعا هذا في ليبيا الكلام، هذا في بعض الدول الأخرى تعتبر الدين الخاص بها هو المصدر الثاني أو المصدر الثالث. بعض الدول الإسلامية تجعل الشريعة الإسلامية المصدر الأول، بعضها تجعلها هي المصدر الثالث أو الرابع، يعني هذا الترتيب كل دولة تعتمد فيه مصادرها بالتراتبية مختلفة، أو بعض طبعا يضع الدين الخاص به اللي هو سواء كان متفق مع الشريعة الإسلامية أو دين آخر أو دين مختلف. المبادئ اللي يسترد إليها القاضي عادة للحكم هي المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية. احنا نعرف أن في أو حسب مدرستي مادة الفقه الإسلامي أو ساحة تدرس اللي هي مذاهب مختلفة، عندنا أربع مذاهب معروفة، خطي بعض الآراء الجديرة بالاهتمام، أيضا نجد أن قد يحدث بينها اختلاف في بعض المسائل التفصيلية. عادة الدولة تعتمد في أحد المذاهب الأساسية، يعني زي مثلا تعتمد إحنا عندنا في مذهب مالك مثلا، مذهب وسطي أو المالكية، بعض الدول الأخرى تأخذ المذهب الحنفي، بعضها يأخذ المذهب الشافعي، بعضها يأخذ، يعني في اختلاف بهذه المسائل الحنبلي، لكن الأساس هو المسائل المتفق عليها بلا خلاف عادة أو عليها إجماع من المذاهب الأربعة أو المذهب اللي تعتمد الدولة، زي تكون الدولة اختارت أحد المذاهب في حال اللجوء إليه، يعني في حالة لم يوجد نص يسعف. هنا أكثر مسائل يلجأ إليها القاضي عادة للشريعة الإسلامية فيها مسائل الأحوال الشخصية، أن قد تدق بعض التفاصيل يصعب أن يجد نص قانوني يحكمها، فيلجأ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية للنظر في كيفية الحكم فيها. العرف المصدر الثالث من مصادر القانون يمكن تعريفه بأن اعتياد الناس على اتباع سلوك معين لزمن معين في مسألة معينة، واستقرار الشعور بأن هذا السلوك أصبح ملزما لهم، إذا في جانب إلزام، هذه مهمة جدا في مسألة العرف، هو شعور الناس بأن هذا السلوك أصبح ملزم وأنهم هم ملزمين باتباعه، يعني تعارف الناس على عادة معينة، اعتقاد الناس بإلزاميتهم وضرورة احترامها. يعني أصبح العرف في كثير يعني من المسائل اللي احنا عندنا يطغى في سلطانه على النص التشريعي من حيث تقبل الناس له ومن حيث إعمال الناس به، ونحن نعرف أعراف كثيرة يعني درجة في المجتمع الليبي لها قوتها ولها سطوتها. القاضي لا يستطيع أن يخالف النص بموجب العرف، طبعا كما نحن نعرف حسب الترتيبية الأولى هو تطبيق النص القانوني، ولكن العرف أيضا له سلطان قوي في بعض المسائل وفي بعض المناطق وفي بعض البلدان، يكون له سطوة وأثر كبير تجبر القاضي على أعمالها. والقاضي هنا حنجو بعدين نشوفوها النقطة هذه، ملزم بمعرفة العرف الساري في منطقة معينة، لذلك نجد عادة أن قضاء كل منطقة أو كل بلد أو كل مدينة يكونوا أبناء هذه البيئة، يعني هذا على الأكثر، حيث أنهم يكونوا محاطين أكثر بعاداتها وأعرافها ويكونوا عارفين العادات المترسبة أو مترسخة في هذه البلد. العرف طبعا يحكى فيه كثير، ولما تشوف مراجع أخرى هتلقى في كيفية اعتبار أن عادة معينة هي أصبحت من العرف بحكم تداول على استعمالها، بحكم الإلزامية بها. بطيء العرف هو في التكوين طبعا، لأنه يأخذ زمن على ما ترسخ في ضمير الجماعة أو في ضمير الناس، ولكن يعني
في مجتمع ليبي تستطيع أن تذكر كثير من الأعراف اللي أصبحت لها قيمتها ووزنها، وبالتالي يستطيع القاضي أن يرجع إليها. فيما يتعلق إحنا عندنا مثلا لو نشوف دائما أقرب مثال في قضايا القتل الخطأ المتعارف عليه في كيفية دفع التعويض للناس، القيمة المتعارف عليها في أعراف التعزية، في أعراف يعني جبر أهل المضرور، في مثلا المناسبات الاجتماعية في الزفاف مثلا ما يتعلق بجهاز العروس، ما تخضى معاها، في عادات الأهل، في تعتبر هذه أعراف يعني الناس أصبحت استقرت عليها. هذا القانون مش قانون، هو إنما أصبح فيها عرف، بحيث إن لو القاضي دقت عليه المسألة وما وجدهاش نص وما وجدش في الشريعة الإسلامية شيء يفصل فيها، يرجع إلى العرف في هذه الناحية كمصدر. عليه هيك طبعا في أشهر مثال عليها اللي هي الأخذ بالصقر، لا يعتبر عرف لأنه مخالف للنظام العام في الدولة، مخالف لقوانين الدولة، أي شيء يخالف القانون يعتبر لا يعد عرف ولا يعتد به. الركن المعنوي للعرف اللي هو اعتقاد الناس في إلزاميته، يعني أنه يتولد في أذهان الناس الشعور بضرورة احترام هذه العادة العرفية والإحساس أنها ملزمة لهم وأن مخالفاتها توقع عليهم جزاء مادي. الركن المعنوي للعرف الاعتقاد بأنه ملزم لدى الناس، هو ما يميزه عن العادات الاتفاقية. أيضا المسألة هذه مهمة، المجاملات بين الناس لا تعتبر ملزمة إلا إذا اتفقوا عليها، زي مثلا هنا مجيل مثلا مشاركة الزوجة في تأسيس منزل الزوجية. يترتب على هذا الاختلاف مسألة هامة، وهي أن القاضي لا يطبق العادة الاتفاقية إلا إذا تمسك بها الأطراف في الدعوة وقاموا بإثباتها أمامه وإثبات اتفاقهم عليها، في حين أن العرف هو قانون يجب على القاضي العلم به وتطبيقه من تلقاء نفسه. مهمة طبعا جدا النقطة هذه، ذلك أن تحقيق الركنين المادي والمعنوي لدى العرف تجعل منه قاعدة قانونية ملزمة، وبذلك فإن القاضي يلتزم بتطبيقه من تلقاء نفسه حينما لا يجد نصوص في التشريع وأحكام في الشريعة الإسلامية. إذن الفرق بين العرف والعادة الاجتماعية هي أن العرف الناس معتقدة بإلزاميته، وعندها يعني ترسخ لديها أن حيقع عليها عقوبة إذا لم تلتزم به، في حين أن العادة هي مجرد أو مجاملة اجتماعية توافق الناس عليها. وهنا ضربنا لها مثال مثلا مشاركة الزوجة في تأسيس منزل الزوجية، عادة هي بين الناس تعرفوا عليها لكنها مش ملزمة، بحيث أن يمكن بعض تشارك والبعض الآخر لا يشارك، وهذه مسألة ما فيش عليها يعني لم تصل لمستوى العرف الاجتماعي الثابت، إنما أصبح نوع من العادة المتفقين عليها. لكن يأتي أهمية التفرقة بينها أن العرف كمصدر من مصادر القانون القاضي يجب أن يكون على علم ودراية به ويحكم به، لكن العادة هذه لابد أن الأطراف يتمسكوا بها ويثبتوها أيضا أمام القاضي، يثبتوا اتفاقهم عليها أو على وجودها في هذه الحالة، وهذه مسألة أساسية ومهمة. يختلف دور العرف حسب فروع القانون، حيث له دور كبير في القانون التجاري. طبعا القانون التجاري من القوانين اللي يعتمد اعتماد يعني شبه كلي على الأعراف التجارية، القانون البحري، ويقل دوره في القانون المدني. في القانون المدني باعتبار الأكثرية السلطان للقواعد المكتوبة أو التشريع، ينعدم دور العرف في القانون الجنائي القائم على مبدأ الشرعية الجنائية، هذا تشوفوه بعدين لقدام اللي هو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. بالتالي لا يكفي تعرف الناس على استهجان شعور معين اللي يعتبر جريمة، ولا استنكار اللي يعتبر جريمة، ولا تقبلهم له يعتبر مباح، لأن في الجنائي نحتد دائما بمبدأ الشرعية الجنائية الجريمة ولا عقوبة إلا بنص. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة هي آخر مصدر من مصادر القانون. القواعد هذه تشبه يعني لما جينا نحن نعرفه في النظام العام في المحاضرة السابقة، هي القواعد العامة اللي تسمو في ضمير الجماعة. المصدر هذا مصدر إلى حد ما يعتبر يعني نحن نقوله ملجأ أو ملاذ للقاضي الذي لا يجد النص الذي يسعفه في التشريع ولا في الشريعة الإسلامية ولا في العرف، بالتالي يضطر إلى أن يحكم الواقع وإلا اتهم بجريمة إنكار العدالة، يبحث لها عن حكم.
وجد هذا المبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمخرج له ليضع حكم للواقع أو لكي لا يمتنع عن حكم الواقع بحجة عدم وجود نص، إنما يحكمها بناء على مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة التي تقضي له بالبحث عن الحكم الذي يعتبر الأقرب إلى تفكير الجماعة، إلى أخلاقهم، إلى عاداتهم. هي مجموعة تعتبر قواعد عليا في الأخلاق والمعاملات، تعتبر ضرورية وصالحة لكل زمان ومكان، زي حق الإنسان في الحياة وفي احترام كيان الأدب وصيانة عرضه وشرفه وحقه في التملك وفي التنقل. من خلال هذه المبادئ العليا القاضي يستطيع أن ينشئ قاعدة يحكم بها، يستنتجها باجتهاده ويطبقها على الواقع اللي قدامه أو النزاع المعروض عليه، في حالة سكوت طبعا التشريع والشريعة الإسلامية والعرف، لأن القاضي ملزم طبعا كما قلنا على أي حال بأن يصدر حكما في الواقع المعروض عليه. المصادر التفسيرية للقانون، أولها القضاء. يعرف القضاء بأنه طبعا لو جيت تعريف المصطلح القضاء في حد ذاته يعطيك معاني واسعة، لكن أقرب تعريفات له أنه هي تطلق على الجهاز الذي يتكون من مجموعة المحاكم العادية المدنية والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية ومحاكم العليا ومجلس الدولة ومختص بالفصل في المنازعات بموجب ما يصدر عليها من أحكام وقرارات هذا الجهاز. إنما كلمة القضاء هذه أحيانا تطلق على الجهاز هذا بكل ما يتكون منه وكل تشكيلاته. والمعنى الآخر والمعنى الأساسي للقضاء هو مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكم. هذا هو التعريف الأقرب لاعتبار مصدر من مصادر القانون. لما نحن نحكي في مصادر للقانون كيف ممكن نقول أن القضاء مصدر؟ القضاء يعتبر مصدر من خلال التعريف التالي، اللي هو أن هو مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكم عند تطبيقها القانون على ما يطرح عليها من منازعات، أي الأحكام التي تتضمن مبادئ قانونية توصل إليها القضاء بعد إعمال الرأي وبذل الجهد العقلي في الأمور التي لا يوجد فيها نصوص قانونية قاطعة. طبعا الفكرة باش تكون أوضح أن القاضي أحيانا يلجأ علشان يحكم واقعة معينة إلى أن ينظر في الصوابق القضائية. في دول كثيرة تعتمد الصوابق القضائية، أشهر مثال عليها بريطانيا تعتمد والمملكة المتحدة تعتمد الصوابق القضائية، تعتبر هي فيها دستور الدولة زي ما نحن نقول، تعتبر هي الأساس. أن القاضي أحيانا عشان يحكم في قضية معينة يطلع على الأحكام السابقة الصادرة في قضايا مشابهة. هنا التكرار الأحكام هذه يكون نوع من التراكم اللي يشكل صوابق سابقة، تعطي القاضي فرصة لتوسيع مداركه في هذا الجانب، إذا يفسر له أكثر تفكير الشارع تعاطيه مع هذه المشكلة أو هذه القضية المعروضة عليه، فبالتالي يستعين بالأحكام القضائية السابقة بمجموعة يعني في الواقع الواحدة مثلا أو في القضية الواحدة قد تجد أحكام متعددة مختلفة، لكن من مجموع هذه الأحكام من مجموع هذه القضايا المعروضة في قضايا مشابهة يستطيع القاضي أن يكون فكرة تساعده على إصدار حكم. من هنا نحن نقول هذا يعتبر مصدر إلى حد ما مساعد للقاضي أو مصدر تفسيري، يعني يفسر له أكثر النص القانوني كيفية التعامل معه من خلال الأحكام أو القضايا السابقة. هذا هو دور القضاء اللي هنقدر نقوله عليه. هنجو أكثر لنقطة تفصيلية لما يجي يقول لي دور القضاء في تكوين القانون. بعض الدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر القضاء مصدر رسمي من مصادر القانون. القانون لديها قائم أساسا على الصوابق القضائية، هي النقطة اللي كنا نحكي فيها، وفقا لنظام السابقة القانونية. فالقاعدة اللي يخذ فيها القاضي في أحكامه تكون ملزمة له. هنا طبعا دول نظامها مختلف، تكون ملزمة له ويتعين عليه احترامها في المنازعات المماثلة. ويرجع اهتمام هذه الدول بالصوابق القضائية ليكون القانون في هذه الدول غير مقنن وغير مكتوب، وإنما نشأ من العرف واستقر وتطور بفضل القضاء منذ القدم حتى أصبح لديهم ثروة ضخمة من الصوابق القضائية. أشرت لكم لهذه النقطة أن دولة زي بريطانيا مثلا أو إنجلترا تعتمد على مخزونها من الصوابق القضائية.
في حين دول أخرى وعلى رأسها فرنسا وبلجيكا والتي تأثرت به أيضا مصر وليبيا والعديد من الدول لا تعتبر القضاء مصدر، يعني نحن ما نعتبروش الصوابق القضائية هذين مصدر، نعتمد على التشريع مصدر، أما دور القاضي ينحصر في تطبيق القانون دون أن يكون له أن يصنع القانون، وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات اللي كنت حكيت لكم عليه، والذي يفترض أن تكون دور السلطة التشريعية هو سن القانون ودور القضاء هو تطبيقه. مهم جدا دور القضاء في تكوين القانون. القضاء في هذه الدول ليس من المصادر الرسمية للقانون بل هو من المصادر التفسيرية، طبعا زي ليبيا ومصر. فدور المحاكم العليا في هذه البلدان يتمثل في الرقابة على مدى تطبيق القضاء القانون. طبعا هنا حتشوف ان مسألة تفصيلية اكثر او مسائل حتجيك بعدين بالتفصيل في مراحل قادمة، انما الدول اللي تعتمد الصوابق القضائية عادة لا يجوز مخالفة احكام، لكن الدول اللي تعتبر القضاء مصدر تفسيري او استرشادي بالنسبة للقاضي لا يلزم ب لا يلزم بالأحكام السابقة أو لا تكون ملزمة له، ولكن يسترشد بها. طبعا فيما عدا المبادئ، لما جيت تشوف بعدين مبادئ المحكمة العليا، مبادئ المحكمة العليا تعتبر ملزمة للمحاكم الأدنى درجة، ولكن ليس كامل الحكم وإنما المبدأ الذي تقرر عن هذا الحكم أو تم استخلاصه من هذا الحكم. بالتالي يمكن للقضاء بواسطة قرارات المحكمة العليا أن يكون مصدر تفسيري أيضا، هذه نقطة مهمة، هذه عن طريق قرارات المحكمة العليا فيما يتعلق بالغموض الذي قد يشوبه، لكن لا يمكن له أن يكون مصدر لخلق القانون كما أوضحنا. الفقه المصدر الثاني يقصد به، طبعا الفقه في فقه إسلامي هذا مستقل وفي فقه قانوني، ولكل علم فقه خاص به، لكل علم، حتى أن العلماء في كل مجال عادة نقول فقهاء الطب مثلا، عادي صح هذا المصطلح، هنا فقهاء القانون عندنا. الفقهاء القانون أو الفقه القانوني هو اللي يعنى بالمسائل القانونية، يقصد به هم الشراح الذين يعملون على يفسرون قواعد القانون ويعلقون على الأحكام القضائية في مؤلفاتهم وأبحاثهم ومحاضراتهم. نحن عندنا أساتذة طبعا كبار في هذا المجال، وعندنا دائما نقولوا عليهم جهابذة القانون، وعندنا أسماء كبيرة عانت بشرح القانون، يعني مثلا تجي تشوف كود القانون المدني تلقاه هو مجلد واحد، تاخذ له مثلا تفسير او شرح الصنهوري تلقاه 12 مجلد، 12 مجلد يعني طالع من كود واحد اللي هو الكود الواحد او الكتاب الواحد اللي هو القانون المدني، هو كتيب واحد، يعني كل مجلد من مجلدات الصنهوري في شرحه يعادل حجم هذا الكود 4 أو 5 مرات، يعني كل مجلد منه يعادل حجم الكود المدني 4 أو 5 مرات، هنا تقريبا 12 مجلد. وكذلك الفقهاء الثانيين أبو الوفا وهرجة مصطفى هرجة، وكذلك وجيت شوف فتحي والي وغيره من أساتذة القانون، جيت شوف أنهم وضعوا مؤلفات كثيرة، يعني الهدف منها هي شرح القاعدة القانونية، التفقه فيها، بيان كيفية إعمالها، كيفية أخذها على كل وجوهها، وضع كل الفرضيات لها. كذلك مش بس اقتصر دورهم على شرح النصوص القانونية والتوسع فيها لبيانها، إنما حتى التعليق على الأحكام اللي تصدر عن القضاء ومدى صحة هذه الأحكام ومدى موافقتها للقانون، وألفوا كتب وأبحاث، وإحنا عارفين المكتبة القانونية مكتبة غنية، يعني في العديد من المؤلفات وكل يوم تطلع فيها جديد. هؤلاء يعتبروا فقهاء القانون مصدر مهم تفسيري للقاضي، إذا كان صعب عليه أن يكون فكرة معينة لإصدار حكم في واقع من خلال النصوص وحدها ومن خلال القضاء، يمكن أن يلجأ إلى الفقهاء القانون يدرس عندهم كيفية نظرهم إلى هذا النص وكيفية إعماله وكيفية نظر في بعض التفاصيل اللي هم عادة يقولوا تناولوها في مؤلفاتهم ويصدر من خلال ذلك حكم. هنا بيناها في دور الفقه في تكوين القانون. كان الفقه قديما من المصادر الرسمية للقانون، حيث كان من صلاحيات الفقيه إنشاء القاعدة القانونية بنفسه كما لو كان مشرعا، ولكن تراجع طبعا دور الفقه وأصبح دور احتياطي أو دور تفسيري أساسا، مصدر تفسيري يلجأ إليه القاضي ليسترشد بمضمونه لفهم القانون،
مثل ما وضحنا، وتقتصر مهمته على شرح أحكام القانون وتفسير ما غمض من نصوصه ليستشهد برأيه القاضي والمشرع. حتى المشرع أحيانا من خلال شرح القانون والفقهاء قد يسترشد بهم لصياغة القاعدة القانونية بشكل أوضح وأمتن وأفضل للمتلقي. نجري تطبيق القانون. تطبيق القانون هنأخذ من ثلاث جوانب: تطبيق القانون من حيث الأشخاص، وتطبيقه من حيث المكان، وتطبيقه من حيث الزمن. أين تطبق القاعدة القانونية؟ وكيف وعلى من تطبق؟ هذا هو إجابة السؤال هذا. لكن طبعا مستحيل أن يجيك سؤال بهذه الكيفية، باعتبار هذا السؤال حيكون واسع جدا وبعدين تكتب فيه مجلد. إذا يعني كنت قد درست بالكامل حتكون الموضوع كبير، لكن لا يخلو منه سؤال. الشيء الأكيد يعني أن موضوع تطبيق القانون لا يخلو منه سؤال. دائما ما دمت حتمتحن مدخل القانون فتطبيق القانون ثق وتأكد أنه محل سؤال دائما. نقدر نقول أن النقطة الأولى هي على من يطبق القانون، على من يطبق القانون. النقطة الثانية تجي شرح مثلا أين يطبق القانون، والنقطة الثالثة تجي إجابة لسؤال متى يطبق القانون، أو إلى متى بالأصح، إلى متى يطبق القانون، وهو اللي حنجاوب عليه من خلال الشرح الثاني. تطبق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص يحكمها مبدأ أساسي يسمى مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. مبادئ القانونية من الأشياء المهمة في القانون، لأنها مختصرات مفيدة، مختصرات قيمة، مختصرات تسهل على الباحث القانوني عادة مهمته في فهم القاعدة القانونية، في فهم الفقه القانوني. لما نجي نقول لي تطبيق القانون من حيث الأشخاص يحكم مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، إذا نقدر نقول من البداية أن كل الأشخاص مخاطبين بالقانون، ولا يحق لشخص أن يعتذر بأنه مش عالم بالقانون أو هو الاعتذار بالجهل بالقانون، لا أنا ما عنديش علم أن في قانون، هذا لا يجوز من حيث المبدأ، لا يجوز. فحنشوفه نحن المبدأ هذا والاستثناءات التي ترد عليه، نطاق تطبيقه والاستثناءات التي ترد عليه. إذا من حيث الأصل تطبيق القانون من حيث الأشخاص أنه يطبق على كل الأشخاص. لما يصدر قانون معين جميع المخاطبين به، يعني بالأصح باش يكون التعبير، مش بس كل الأشخاص، كل المخاطبين به المعنيين به. يعني لما نجي نصدر قانون خاص بالأطباء مثلا، كل طبيب أو كل مثلا خاص مهندسي، كل مهندس مثلا، أو خاص مثلا فئة الطلبة، كل طالب، معناتها أنا خطبت فئة، هذا هم المخاطبين به اللي ملزمين فعليا بأنهم يجب يكونوا عرفوه، وإلا أنا مش مسؤول. أو ما يصحش الحد من هذه الفئة أنه يجي يقول أنا ما علمتش عليه، مدامك أنت مخاطب به والخطاب موجه لك والقانون صدر بالآلية اللي كنا شرحنا عليها، وكيف صيغ وكيف صدر وكيف نشر في الجريدة وكيف دخل حيز النفاذ، من أول ما دخل حيز النفاذ أنت أصبحت ملزم به إذا كنت طبعا مخاطب به. يعني أنت إذا كان قانون يخص الأطباء أنت مش ضروري تعلمه، أنت مش طبيب، يخص المهندسين أنت مش ضروري تعلمه أنت. ماذا عن يخص الطلبة؟ إذا كان طلبة الثانويات أو طلبة الإعدادي أنت مش ضروري تعلمها، ما يهمكش برضو. لكن إذا كان هذا قانون يطبق على طلبة الجامعات أو طلبة كلية الحقوق أو طلب، هذا يخصك وأنت لازم تكون على علم به هذا القانون من تاريخ دخوله حيز النفاذ. بالتالي لا يجوز لك أن تعتذر بالجهل به، أنا ما علمتش عليه، خلص هو مدام دخل. وعادة كل الناس طبعا تعلم بهذه القوانين زي ما قلنا، ليش؟ لأن في آلية لتعميمها أو لنشرها. بعد ما دخلت حيز النفاذ جي كلية هنا تبلغ الطلبة، تتخذ إجراءاتها الخاصة بها، تصدر لوائح داخلية بتنظيم العمل بالقانون اللي صدر، تعلق لهم القانون والقرارات اللي صدرت بناء عليه واللوائح التنظيمية لإعماله وكيفية تسييره. فأنت تقعد فعليا علامة، أنت ما تجدش المسألة بهذا الترتيب القانوني، لكن في ذلك انت عارف ان امتحانات نهاية السنة حيبدأ اليوم كذا، وانك انت اذا ما دخلتش الامتحان هذا بعد مثلا بعد تمتنع عن دخول الامتحانات حترسب، وانك اذا كان رسبت مرتين حتفصل، واذا كان انفصالت مثلا ما عندكش فرصة لإعادة الدخول. اهو انت عالم بالقانون اللي يخصك، انت عالم بالقوانين اللي تخصك. ليش؟ لان هذا كله
لان هذا قانون الكليه يجي يقول لك هذا قانون اللي نحن نسر عليه، هذا اللي تم بناء عليه. فبالتالي لا يحق لك ان تعتذر بالجهل به. ان نجي لما نجي نشوف هذا في مضمون المبدا نشر القاعده التشريعيه في الجريده الرسميه ومرور الفتره المحدده لدخول حيز النفاذ، هنا تصبح كل المخاطبين بها طبعا زي ما قلنا ملزمين بها دون استثناء سواء علموا بها او لم يعلموا. تطبيق المبدأ تمليه اعتبارات العدالة والمصلحة العامة، فهذا المبدأ يسمح بتحقيق العدالة، كل الناس سواسية أمام القانون. نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يسري على جميع القواعد القانونية أيا كان مصدرها، سواء كانت بالتشريع، من العرف، من الدين الإسلامي أو الشريعة الإسلامية، يسري على جميع القواعد القانونية مهما كانت طبيعتها، سواء كانت قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة. على هذا الأساس لا يجوز الاحتجاج بالجهل بأي من القواعد للإفلات من الخضوع لأحكامها. لا والله أنا ما كنتش عارف، لا طبعا هذا مش وارد في القانون أنك تحتاج به. الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، ما هو السبب اللي يسمح لك بأنك أنت تقول أنا مش عارف ويقبل منك هذا العذر؟ لا أنا ما كنتش عارف أن صدر قانون يمنع الشخص من أنه يطلع في الشارع بعد الساعة 10 في اللي قوانين حظر التجول أو تقنين التجول. حظر التجول هذا مثلا ما كنتش عالم به، ليش مثلا ما كنتش عالم به؟ اذا كان صدر واذا كان دخل حيز النفاذ، حيز النفاذ انت مش ضروري تكون قريت هذا النص، لكن مجرد ما سمعت من جارك وجارك سمعها من جاره وجار فلان عنده كذا عرفت كلكم انه خلاص، لان انتشر اصبح في سماع عليه بحكم ان في اثنين او ثلاثه تداولوا هذا الخبر من مصدره الاساسي، فاصبحت كل الناس تعلم بان في حظر تجول مثلا يبدا 10 في الليل. امتى بامكان الشخص يعتذر بالجهل بالقانون ويقبل هذا العذر؟ أول سبب القوة القاهرة أن افتراض العلم بالقانون يستند إلى إمكانية العلم به، لكن قد يكون هناك قوة قاهرة تمنع الشخص من العلم بالقانون. إذا انتفت هذه الإمكانية اللي هي طبعا إمكانية العلم لسبب راجع إلى قوة قاهرة وهي ظرف استثنائي، فإن الافتراض ينتفي أيضا ويسمح بالتمسك بالجهل بالقانون. تتحقق القوة القاهرة في حالة عزل جزء من إقليم الدولة عزلا تاما تحول دون وصول الجريدة الرسمية، ما وصلتكش الجريدة الرسمية في البلد اللي انت فيها لأي سبب من الأسباب، زي طبعا احنا عارفين وضع ليبيا زي بين الشرق والغرب، أحيانا هنا أحيانا تحصل مشاكل كثيرة في التنقل بين الاثنين وفي توصيل المعلومة من هنا لهناك بسبب الأوضاع الراهنة. هنا عزل إقليم الدولة عزلا تاما يحول دون وصول الجريدة الرسمية عليه في احتلال العدو لذلك الجزء وقطع كل وسائل الاتصال أو حدوث كارثة طبيعية كبرى تؤدي إلى عزل مناطق عزلت بالكامل أيام جائحة أيضا كورونا، إحنا أشرنا لهذه النقطة. مناطق أصبحت في الكورنتي أو في الحظر التام في الحجر الصحي. مجال الاستثناء يخص فقط التشريع دون العرف وقواعد الدين، كون هذين الآخرين يوجدان في ضمير الجماعة كما سبق وقلنا. إذن احيانا يمنع وصول او يصبح غير متاح وصول الجريده الرسميه اللي فيها القانون الى منطقه معينه في الدوله بسبب ظروف معينه خاصه بهذه المدينه او بهذا المحافظه او القطاع نتيجه لظروف طبيعيه او ظروف يعني تحول دون ان يتمكن سكان هذه المقاطعه او المدينه من الحصول على القانون الجديد اللي صدر. في الحالة هذه بإمكان الشخص أن يعتذر بالقوة القاهرة لعدم العلم به. وجود نص يجعل الجهل بالقانون عذر، التشريع نفسه قد يتضمن نص صريح أو حكم صريح يقضي بأن هذا النص يجوز الاعتذار بالجهل به، نتيجة لأن طبعا يكون أحيانا المسألة تفصيلية دقيقة، فالمسألة التفصيلية الدقيقة هذه ما يعلمش بها كل الناس، فالمشرع يجيز أن الشخص يعتذر بالجهل بها. الغلط في القانون هي النقطة الثالثة اللي تجيز للشخص الاعتذار بالجهل بالقانون، هو الوهم اللي يقوم في ذهن الشخص فيصور له أمر على غير حقيقته. يجوز في القانون المدني يجوز للمتعاقد اللي يقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطال العقد. الغلط في القانون يعني هو فهم القانون على غير حقيقته أو عرف القانون بشكل مخالف لما أراده المشرع. هذا إذا كان بسوء نية طبعا لا يعتد به، لكن إذا كان بحسن نية، الشخص بحسن نية وقع في هذا الغلط، فيجوز له أن هنا يحتج بالجهل بالقانون، لأن جهل بكنه القانون أو بكنه هدف الشارع أو النص الحقيقي أو ما أراده فعلا المشرع أو الشارع من هذا النص.
مثال اللي ضربناه عليها في حالة التصرف في التركة بالنصاب غير الموافق للنصاب القانوني نتيجة لغلط قائم في ذهنه يتوقع أن هذا النصاب يجوز التصرف فيه، سواء كان الثلث أو الربع يعتبر أنه يجوز التصرف بهذا القدر، وهذا كان مخالف للحقيقة فيه أو مخالف للنص القانوني. في هذه الحالة يجوز لهذا الشخص أن يحتذر بالجهل بالقانون. في هذه المحاضرة الأسئلة قد تكون على الشكل التالي: اكتب في اولا العرف كمصدر من مصادر القاعدة القانونية مع بيان اركانه والفرق بينه وبين العادات الاتفاقية. اثنين اكتب في دور الفقه والقضاء في تكوين القانون، اللي هي بين قوسين المصادر التفسيرية للقانون، المصادر التفسيرية للقانون. اكتب في دور الفقه والقضاء في تكوين القاعدة القانونية او في تكوين القانون. السؤال الثالث اكتب في مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، الأصل والاستثناءات.